بالنسبة لـ non-decision directed loop، في هذه الحالة the data يعني الـ IN are considered random random variable، الـ IN تكون random variable، وفي هذه الحالة سوف نقوم بحساب the average of the likelihood function قبل عملية maximization. ولتذكير likelihood function هي capital lambda of phi equals c exponential 2 over n0 integral of r of t s of t and theta. وهنا عملية average تصبح فقط lambda bar is equal of integral from minus infinity plus infinity likelihood function نفسها مضروبة في p a probability density d a. و p a d a في هذه الحالة نفترض بأن فقط a هو random variable. طبعا نعيد ونؤكد هنا في هذه non decision directed نقول بان data are variable وليس data are random variable وليس الفاي، يعني لا نقصد الفاي هنا بالطبع، نقصد الداتا. في هذه الحاله فقط لدينا الامبليتيود التي هي random variable في هذا المثال الذي هنا. يعني لما تكون الداتا غير معروفه نقوم باستعمال نموذج للديتا على أنها random variable. مثلا يمكن اعتبار مثلا A is zero mean Gaussian with unit variance، يعني تكون لدي تخضع للdistribution الخاصة بغاوس. والقاعدة هي في حالة random variable أو في حالة ديتا غير معروفة عند الريسيفر likelihood function نحن تصبح average، يعني نحسب average likelihood function بهذه الطريقة. مثلا هنا باستعمال الغاوسيان على افتراض أنها غاوسيان ستصبح the average of the likelihood function is equal to c exponential 2 over t0 integral، هنا يصبح integral square. وهنا log likelihood فقط نحتفظ بالجزء الذي كان فوق الـ exponential. وفي حالة IID يعني لديهم نفس distribution KIID symbols، يعني K symbols عدد symbol يساوي K، وكلهم IID يعني يخضعون لنفس قانون Gauss، فإن الريزالت سيصبح بهذا الشكل. فقط نقوم بعملية جمع هنا. لماذا الجمع؟ لأن هذا الإكسبو لما تكون لدينا نريد حساب احتمال لمجموعة من السيمبولز وتكون مستقلة نقوم فقط بعملية الجداء، وجداء الإكسبونشن يعطينا مجموع الإكسبوننت. هذه نفسها التي شاهدناها قبل قليل. وديفيرنشيت طبعا القاعدة في الأوبتمايزيشن للحصول على الماكسيموم في هذه الحالة نقوم بعملية الاشتقاق، نقوم بالاشتقاق ثم نجعل المشتقة تساوي الصفر ونحل المعادلة ونحصل على الكونديشن فور ذا ام ال استيميت. والكونديشن تصبح على هذا الشكل: جداء ل ار كوساين تو بي اف سي تي و ار ساين تو بي اف سي تي. يعني هنا نلاحظ ان لدينا في جهة لدينا ساين وفي جهة لدينا كوساين. نحتاج إلى الكارير، اثنان من الكارير، ثم هذا الانتجرال هو نفسه الخاص بالماتشد فلتر أو الكوريليتور، يعني هذا مخرج للكوريليتور وهذا أيضا يعتبر مخرج للكوريليتور، وهذا فقط الجداء بينهما يجب أن يكون يساوي الصفر. هذا أيضا يمكن الحصول عليه باستعمال close loop control أو باستعمال PLL structure. هنا لدينا الكارير الأولى كوساين والكارير الآخر هو ساين، كوساين والساين. وهنا لدينا الجداء R of T كوساين والR of T ساين في الأسفل، هذا كما هنا لدينا R of T كوساين والR of T ساين. ثم نحتاج إلى الانتجرال ممثل هنا على هذا الشكل. وبعد السامبل نحتاج على القيمة التي نريدها، نحصل على القيمة التي نريدها، ثم نقوم بعملية الجداء بين output of sampler الخاص بالكوساين
الكارير والاوتبوت اوف السامبلر الخاص بالجزء الساين يعني الساين كارير. ثم هنا لدينا المجموع، طبعا هذه نفسها هذه العلاقة نقوم بتمثيلها بيانيا. ثم هذا المجموع يصبح هو مدخل الـ VCO، والـ VCO سوف ينتج لنا sin 2 PFCT plus phi، phi استيميت التي نريدها. وهكذا تصبح هذه sin هي الكارير التي تستعمل في الديموديليشن. وهكذا بالنسبة لكل سيمبول نستقبله نقوم بإعادة حساب the estimate of phi. توجد طريقة أخرى أيضا لاستنتاج الفيز أو لحساب الفيز استيمت، وما تسمى بسكويرينج لوب. سكويرينج لوب هي فقط نقوم باستعمال قوة اثنان يعني أس اثنين سيجنال S of T، ونستعمل سكوير لو ديفايس ونحسب S سكوير ثم نقوم بعمل الفلترينج واللوب، ثم نعود ونقسم على اثنين. طبعا هنا قد يسأل بعض لماذا نقوم بسكوير ثم نقوم بتقسيم اثنين. طبعا هنا تقسيم اثنين بالنسبة لفريكونسي، فريكونسي ديفايدر كما شرحنا سابقا، لما نرفع ساين أو كوساين إلى أس اثنين نحصل على 4 times 2 PFCT، واحدة من المركبات التي سوف نحصل عليها هنا لما نقوم برفع إلى قوة اثنين، هذه المركبة كوساين 4 PFCT. وهنا عند المخرج لنعود لنحصل على 2 pi fct plus phi نقوم بالقسم على 2. ونعود إلى السؤال الذي طرحته، لماذا أقوم برفع القوة إلى 2 ورفع الفريكونسي إلى 2 fc، ثم نعود نقسم الفريكونسي إلى على 2 ونحصل على الفريكونسي التي كانت في البداية قبل رفع القوة إلى 2. الجواب هو لدي هذه الميزة يعني removed sign. لو تذكرون لما يكون sign of a of t في حالة palm، لما يكون لدينا sign لما يكون لدينا sign مختلف يعني plus one إلى minus one سوف يكون تأثيره على الفيز، لدينا phase shift يعني سوف يقوم بتأثير على الفيز. وباستعمال سكويرينج لو سوف نتخلص من مشكل هذا، مشكل الساين. هذه طريقة. توجد طريقة أيضا أخرى تسمى كوستاس لوب. هنا لدينا تو فلترز، لو باس فلتر ولوب فلتر، يكون فقط يستقبل الجداء بين لو باس فلتر الأول والثاني والفي سي. طبعا هذا الشكل بسيط جدا مقارنة مع الأشكال التي شاهدناها سابقا. هنا فقط نحتاج إلى two low pass filter و loop filter. في هذه الحالة في loop filter نستعمل matched filter في هذا في طريقة الكوستاس loop. هنا في حالة signal with m phases، هنا تشاهدون هذا بحالة سيجنال لديه M phase يعني PSK ولديها كثير من الفيز. هنا للتخلص من هذا الجزء 2 pi M minus 1 over M، هنا لو نقوم بضرب هذا الجزء في capital M سوف يصبح 2 pi M minus 1، وطبعا cosine alpha plus 2 pi M minus 1 يساوي cosine alpha يعني لا يتغير. إذن لو نقوم برفع القوة إلى M استعمال mth power device يعني يصبح كوساين أس أم، فسوف نحصل على المركبة التي ذكرتها، سوف نحصل على واحدة من المركبات هي ساين 2 pi fc plus m phi. ثم نقوم بعملية m divider يعني نقسم frequency على m ونحصل على frequency الأساسية التي كنا نريدها. المقارنة بين الطريقتين، طريقة decision feedback يعني decision directed و non decision directed، في حالة الكوستاس لوب only method which a of t is rectified for the في حالة الكوستاس لوب طريقة demodulation تختلف عن طريقة rectification، مختلفة عن squaring group عن الآخرين، لأن في حالة كوستاس لوب نستعمل matched filter
squaring loop is similar to Costas loop. Squaring loop is similar to the Costas loop. Enhanced, no, يعني ليس similar بالمعنى الكامل, فقط similar بالنسبة لي enhanced noise. يعني هذه طريقتين, طريقة Costas loop ولا أو squaring loop تقوم ب لديها هذا مشكل noise enhancement, يعني تحسن في noise. Decision feedback PLL is superior in performance to both Costas loop and squaring loop. Decision feedback هي أفضل طريقة في synchronization مقارنة مع Costas loop و squaring loop.